بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا روينية سليم، ولي روينية خلود، تلميذ روينية خلود المتحصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.34، هي الأولى على مستوى سوق هراس، متحصلة في مادة رياضيات على 20/20. بدينا الرغبة تاعنا بتلتحق بثانوية الرياضيات في القبة، ومدينا حطينا الملف تاعنا، وحطينا الرغبة تاعنا، وبقينا نستنو حتى جت لا ليست في مديرية التربية. للأسف جت لا ليست من وزارة التربية، ما فيش الاسم تاعها، وهي من الأوائل. ونحن عم بالنا بلي الكلاسمون، الترتيب تاع لاليس يكون حسب المعدلات، معدل في الرياضيات 20، معدل العام 19.34، والمعدل الموزون تاعها 19.78. كي سقسينا تما في مديرية التربية وحتى هم يتساءلوا يشدوا الوثائق، رحت لمدير التربية زاد امر الوثائق، اسكو بعثوا كلش، بطاقه الرغبات، بطاقه الملف، اسكو تبعث ما تبعثش، كلش مبعوث، بعثوه للجزائر. نحنا واش نطالبوا؟ نحنا رانا كتبنا شكوى لمدير التربيه، قلنا اكتبوا شكوى، كتبنا شكوى، اعطيناها نسخه من كشف النقاط تاع التلميذه، ورانا نستنوا، مازلنا نستنوا. وشو الوقت دوك؟ نحنا قاعدين نستنوا الوقت دركا، نحنا في 18 شهر والقرايه تبدا 19، غدوه نبدا القرايه، وما عندناش، ما جاناش حتى جواب لحد الان. احنا نطالبوا وزاره التربيه استدراك هذا الخطا، ويعطونا، ولا كان بنتي ما تسهلش تروح يقول لنا وعلاه، يعطونا جواب نعم ولا لا، لكن مقبوله، هاي مقبوله، لكن مشي مقبوله، يقول لي وعلاه مشي مقبوله. فقط الأولى على مستوى سوق هراس 19.34 معدل عام، وعندها 20 في الرياضيات. يعني هنا نسأل وين هو المشكل؟ حابين نعرفوا اسكو ما عندهاش الحق وعلاه، ولا عندها الحق وغلطوا يصلحوه فقط. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.